وتبعا لإرشادات الخبراء والأطباء بضرورة الالتزام بوضع الكمامات حماية للصحة العامة، تنضم إلينا الدكتورة وفاء بونو أخصائية الطب الباطني. دكتورة وفاء بونو أهلا بك. السلام عليكم، شكرا استضافة. مرحبا بكم. كيف ينبغي أن نضع الكمامة بشكل سليم وأن نستعملها بشكل سليم؟ الكمامة خاصها تستعمل الإنسان واحد، بعد ما تتوش من إنسان لإنسان نص الدار، وتستعمل ملي تكون خارج الزنقة. هما فيهم واحد لودينات من الجناب، كنقبطوهم من لودينات ديال الجناب نديروهم مور الأذن، وواحد السلك من الفوق اللي تيتثبت فوق الأنف، اللي خاصها تغطي من الأنف حتى للفم. ما نشوفوش بحال المناظر اللي كنشوفو بعض النوبات ديال الأنف تيهبطوها بحال التام، مكيغطموش الأنف والفم، خاصها تضم الأنف والفم. طيب، البعض يلمس الكمامة بأصابعه في المنطقة التي تضم غشاء التصفية، هل هذا لنقول ينطوي على مخاطر؟ هذا كيشكل خطر، لانه الا خرجتي الزنقه وعندك الكمامه يعني هذا كتحميك من الفيروسات من برا، يعني الفيروس يمكن له يدوز على الكمامه وما يدخلكش لداخل. الا قصتي بيديك من جهه المكان الواقي كيمكن لك من بعد تقيس شي حاجه حداك ولا تقيس مقرك من بعد، والا ما قصتيش بايدين تقدر تدوز للعدوى. بما ان الا قصتي من جناب باش تحيدو خاصك دائما تحيدو من الجناب من لودينات وتسيبو في البلاستيك اللي كيدير اصلاح القمامه، وديك الساعه غادي يكون سليم الوضع ديالو، سليم الرمي ديالو. طيب، بمعنى اخر بالنسبه للمواطن اللي يخرج للضروره القصوى مخصوص يقيس الكمامه من الامام؟ ابدا، هذا جست هذا حاجه ما خصهاش دار، لانك كيمكن لك تعاوتاني تقيس براسك الفيروس اللي تحط على الكمامه. طيب، هذه الكمامات عندها مده صلاحيه معينه؟ هي بالنسبه للانسان اللي كيخرج غير باش يتقدى ولا هذا ماشي مشكل، يقدر يدخل بها ويخرج، ولكن دائما كيسيبها لان ما يمكنش تعاود تستعمل مره ثانيه. وبالنسبه للناس اللي كيخرجوا يخدموا ما كيخصهمش يفوتوا 3-4 سوايع، لان الحط ديالها كيولي واحد الرطوبه في داخل الانف، وكتولي ديك الساعه يمكن لها ما تبقاش شفافه، ما تبقاش تمكن لها تدوز الفيروس، يعني 4 سوايع ما خصكش تفوتها في الخدمه وتبدلها. دكتورة بونو، هناك أنواع مختلفة في الواقع في السوق للكمامات، وتطرح حاليا هذه هي الكمامات التي هي مصنعة في المغرب بسعر 80 سنتيما، هل هي فعالة؟ لها نفس الفعالية في حماية الصحة العامة؟ هي ما من بأن السلطات درت حتات على لي زوزين باش يخدموها بالطبيعه بالنغم انترناسيونال، يعني خاصها تكون معايير دولية، معايير دولية باش نتأكدوا سبحان الله يكونوا شي ناس كيديروا خشونة ويقدروا يبيعوا شي حاجة ماشي هذيك. كاين طريقة باش تتأكد أنها مزيانة، كيمكن لك غير ترش بحال شي ايغوسول ديوتون ولا هذا من الجهة الواقية، واش غيخرج داك البقع ديك الهواء من الجهة الأخرى، إلا ما خرجش راه واقية، يعني هذا طيب. إذا كان نعم. دكتورة وفاء بونو، هذه الكمامات إذا استعملها كل الذين يخرجون للضرورة القصوى إما للعمل أو لقضاء بعض الأغراض الضرورية أو المستعجلة، إذا تم الالتزام بهذا السلوك، هل من شأن ذلك أن يساهم بالفعل في انحسار لنقول الوباء وأيضا ضعف نشاط الفيروسات في الجو؟ فعلا، لانه اعترفت منظمه الصحه العالميه انه معترف به انه فتره الحضانه اللي تتكون من 1 حتى 14 يوم كيكون الانسان ما عندوش الاعراض كيمكن له يدوز الفيروس، وهذه هي الفتره الخطيره اللي ما كنوقيوش راسنا مزيان من الفيروس. يعني الا لبسنا الكمامه واحتملنا ان اي انسان يمكن يكون حامل الفيروس، كنحمي راسي وكنحمي الغير ديالي الا كنت فتره الحضانه، يعني فعلا غادي يقدر ينقص من الوباء وينقص من الحده ديالو. دكتوره وفاء بونو، البعض يقول بان هذه الكمامات ممكن غسلوها، ممكن نستعملوها مره ثانيه وثالثه، ممكن نشمشوها، ممكن امور من هذا القبيل، هل هذه الممارسات سليمه برايك؟
ابدا غير سليمه للابد، لان هادو لي ماسك شيرجيكو اللي كيتباعوا خاصهم يكونوا جوتابل، يعني كيترموا هي ذات استعمال وحيد، استعمال وحيد والانسان واحد، ما يمكنش ندوزها لخاي حيت خارج الزنقه، ندوزها له استعملتها غير في خرجه غابيد، يعني هذا كيلزم علينا واحد الحمايه اللي كتكون مركزه على انسان واحد واستعمال واحد. طيب شكرا جزيلا لك الدكتوره وفاء بونو اخصائيه الطب الباطني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.